السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه يا جماعة، الصوت واضح ولا في حد سامعني؟ وعليكم السلام ورحمة الله دكتورة، الأخبار؟ تمام، والشاشة واضحة؟ زي الفل. طيب تمام، نبتدي ان شاء الله. كيس نمبر 1 يا شباب، ده 3 years old male. الليجنز اللي عنده دي في الفيس of 2 and half years duration، يعني هو عنده 5 شهور ظهرت له تقريبا، increasing with age. ال other side of the face، تاني احنا عندنا this side ودي ال other side، وبقالها سنتين ونص، او سوري بقالها سنتين ونص، وهو عنده سوري هو عنده 3 سنين وهي بقالها سنتين ونص، يعني ظهرت من هو تقريبا عنده 6 شهور. What's your clinical differential diagnosis؟ تفكروا في ايه بقى؟ محدش بيتكلم ليه؟ ممكن تكون بربريك ولا لا؟ ولا مش عارف. بيربريك. طيب خلينا نوصفها الاول. هي الليجنز a little bit papular، تمام، ماكيوز، بعضهم ماكيوز وبعضهم بابيولز، وبايلاترال على البوث تشيكس، تمام، واسيمتوماتيك. ف what do you think الديفرنشال دايجنوزز بتاعها ايه يا شباب؟ حطوا ديفرنشال دايجنوزز، ما احنا مش هنعرف بمجرد ان احنا نبص يعني ايه اللي موجود يعني. ملياريا ميلياريا، بس هي هتقعد سنتين ونص. هيستيوسايتوزيس. هيستيوسايتوزز، مين اللي اتكلم؟ محمد؟ مهيب محمود؟ مهيب مهيب مهيب؟ طيب تمام يا دكتور مهيب. هيستيوسايتوزز، which type of هيستيوسايتوزز لو هي هيستيوسايتوزز اللي تقترحها يعني؟ بناين في فدل. ما هو الهيستيوسايتوزز بنقول عليها ايه؟ يا اما ان احنا بنقول اكيوت، يا سب اكيوت، يا كرونيك، تمام كده؟ دي ويتش تايب منهم لو احنا بنقول هيستيوسايتوز؟ لانجر هانس يعني ولا نون لانجر هانس؟ لانجر هانس. لانجر هانس تبقى مش بيناين. اللانجر هانس عمرها ما بتبقى بيناين يعني، لازم بيبقى معاها سيستميك مانيفستيشنز. طيب ماشي، دي ده ديفرنشال دايجنوز. وات ايلس؟ يعني لانجر هانس الهيستيوسايتوز، اوكي، اللي هي مثلا لترال سيو، اوكي. مين بقى بيفكر اللي هي الاكيوت بقى؟ خلينا التقسيمه الجديده، ها مين بيفكر في حاجه تانية غير اللانجر هانس الهيستيتوزز؟ الملياريا مش هتمشي عشان الديوريشن، يعني احنا لو هنقول ملياريا مش هتسيب الترانك وتيجي في الفيس، وفي نفس الوقت مش هتبقى بقى لها سنتين ونص، صح كده؟ فدي نستبعدها. ايه تاني ممكن نفكر فيه؟ جيناتيك روستي سيندروم. ايه؟ جيناتيك روستي؟ جيناتيك روستي، صح؟ مش سمعت كده؟ اي تمام. طيب جيناتيك روستي بس في الفيس وبقالها سنتين ونص. هي هي الجيناتيك نسأل على روستي، باقي الأم. استني بس، الجيناتيك روستي عبارة عن ايه؟ انفكشن، صح كده؟ ايه السورس اوف انفكشن في الجيناتيك روستي؟ هيباتيتس بي واحيانا بشتاين بار. بالظبط كده، بالظبط. هي الهيباتيتس بي فيروس اكتر حاجه، بالذات في الاطفال عاده ما بتجيش يعني بس في الفيس لوكالايزد، صح كده؟ وهيبقى معاه سيستميك مانيفستيشنز تانية، يعني ممكن يبقى فيه مايلد فيفر، هيبقى فيه يعني في موجود على الباتوكس على الاكستريميتيز، لانها اكرال اساسا، اكرال، صح كده؟ اسمها ايه التاني؟ مش فاكرته. ها حد يقول لنا. نوديولار اكروديرماتايتس اوف تشايلد هود، بالظبط كده. فهي اكروديرماتايتس، يعني مينلي هتيجي في الاكرال اوف اكرال ديستريبيوشن، مش هتقعد الفتره الطويله دي لانها سيلف هيلينج على فكره، مش هتقعد سنتين ونص، وفي نفس الوقت مش تيجي بس في الفيس. انا بقول لكم اتس لوكالايز تو ذا تشيكس، للفيس وسبيسيفيكلي للتشيكس، تمام. احنا بنتناقش على فكره يا جماعه، وهي ما فيهاش اي حاجه، كلنا تيلانجكت. ايه بتقولي؟ ايه تيلانجكتيزيا؟
تيلانجكتيزيا. ممكن نبوي تيلانجكتيزيا بس فوي جاية بايلاترال. تيلانجكتيزيا بس جايه بايلاترال. طب واحنا ليه نفترض حاجه ما بتجيش بايلاترال انها جت بايلاترال؟ ما ندور على الحاجات اللي بتيجي بايلاترال. عشان شكلها ريتيكيولر كده، مش عارفة يعني، هيك الصورة ايات عندي باينة ريتيكيولر. ايات حبيبه قلبي. ما دام انت بقى الله نمشيها يخليك. كده. لا لا مش هتمشي مش هتمشي. ايات نحولها، ايه رايك؟ طب دكتور، في حاجات حد زي هياخدها هقول غيرنا؟ نحولها البنتريشن. ما اتفضلي. حدش هياخدها غيرنا. ما حدش هياخدها ممكن غيرنا. ايوه ايوه كده، برافو عليك. ها مين بيقول حاجه تانية؟ دكتور في حاجة زي ممكن السيجارز. بيناين كيفاليك هيستوسايتوزس. ايوه حلو، بيناين كيفاليك هيستسايتوزس، برافو. ها ايه تاني ممكن نفكر فيه؟ يعني انتوا قلتوا لانجر هانس سيل هيستسايتوزس، وقلتوا بيناين كيفاليك هيستسايتوزس اللي هي نون لانجر هانس سيل هيستسايتوزس، هي دي اكتر حاجات هتمشي. طيب انا هقول لكم احنا فكرنا في ايه. بيناين كيفاليك هيستسايتوزس، جوفينايل زانثو جرانيلوما، لانجر هانس سيل هيستسايتوزس زي ما انتوا قلتوا، بابيلار ساركويدوزس ما حدش قالها ليه ما اعرفش، بلين وارتس ما هي حاجه ثابته ومنتشره، ما ممكن برضو تبقى بلين وارتس. يعني هي دي الحاجات اللي ممكن نفكر فيها في الليجن اللي احنا شفناها دي. ليه ما حدش فكر في البابيلار ساركويدوزس مثلا؟ يعني تمام اوكي. طيب الانفستيجيشنز اللي احنا ممكن نعملها عشان ندفرنشيت الحاجات اللي احنا قلناها دي، ونحط برضو الجيناتيك كروستي عشان صفاء صفاء رشا ما تزعلش. اوكي، ولو ان هي جايه بس في الفيس ماشي، بس المفروض انها عشان تقعد سنتين ونص يعني استحاله. جيناتيك كروستي سيلف ليميتنج، وبعدين كمان هي لازم هيبقى معاها اسوشيشنز وهتبقى في يعني اكرال ديستريبيوشن. هنفكر نعمل ايه الانفستيجيشن اللي هنعملها؟ سمبلي دي محتاجه بايبسي يا شباب، مالكم النهارده؟ ديرموسكوبي وبايبسي. تمام، ديرموسكوبي وبايبسي. الديرموسكوبي بتاعها طلع المنظر ده، ده بتاع ايه؟ حاجه جرانيلوماتس اهي، جرانيلوماتس. اورنج يالو. اوكي، يبقى احنا كده لا استبعدنا الساركويدوزز ولا استبعدنا الايه البنان كيفاليك هيستسايتوزز، بس استبعدنا اللانجر هانس سيل هيستسايتوزز اللي هي ما بتبقاش اكشولي ما بيبقاش فيها جرانيولوما، بيبقى فيه لانجر هانس سيلز بس مش جرانيولوما، يعني مش هيستوسايتس. تمام، يبقى احنا كده وقفنا عند حاجتين من الديفرنشال، يا بنان كيفاليك هيستسايتوزز تمام، يا زانثو جرانيولوما. احنا قلنا برضو جوفينايل زانثو جرانيولوما، يبقى حاجتين دي التالتة بقى بتاعتهم الساركويدوز. يبقى التلات حاجات دول ستيل احنا ايه مش عارفين مين فيهم. يا ترى هل هي بيناين كيفاليك سايتوزز ولا جوفينايل زانثو جرانيلوما ولا ساركيدوزز؟ ماشي، طيب محتاجين ان احنا نعمل بايبسي، وادي البايبسي بتاعتها. حد يقول لنا ايه اللي احنا شايفينه؟ ايات، رشا، احمد، فين احمد؟ ساركويدال جرانيوما. ساركويدال لا لا، جرانيلوما، في توتوجينال سيل، في في جوينت سيلز، في جاينت سيلز، توتوجينال سيل. في توتون جاينت سيلز. تمام، يعني فيو بس مينلي هي هيستوسايتس، يعني في هيستوسايتس كتيره مع الليمفوسايتس، ما نعتبرهاش قوي انها تبقى نيكد يعني. طيب دي برضو كلوز اب فيو والكلوزر اب فيو كلها هيستوسايتس زي ما احنا شايفين. اوكي، السيتوبلازم احنا بنعرف الهيستوسايت منين؟ من النيوكليس بتاعتها، فيزيكولر وفيزيبل نيوكليولس زي اللي احنا شايفينها دي، فيزيكولر وفيزيبل نيوكليولس، والسيتوبلازم بتاعها اباندنت ولونه ايه؟ بينك. اوكي تمام، يبقى هي مينلي فورمد اوف هيستوسايتس. طيب هل هي ساركيدوزز ولا لا؟ لو رجعنا تاني للمنظر اللي هو اللو باور هنلاقيها ايه؟ مش واخده ايه؟ هو الساركيدوزز وان اوف مش ذا نادر، تايب اوف مش جرانيولوما از باندر نودولار مال، جرانيولوما، دي مش مش باندر نودولار مال. دي ديفيوز. اوكي، يبقى كده احنا استبعدنا الساركيدوزز قبل حتى ما نعمل ايه اكس راي او نعمل بقيه الانفستيجيشنز واحنا بندور على الساركيدوزز زي الكالسيوم مثلا. اوكي، احنا كده عشان لقيناها ديفيوز استبعدنا الايه الساركيدوزز. فيتفضل عندنا حاجتين، الجوفينايل زانثو جرانيولوما. ماركر عليكي نور. ايوه بالظبط كده. طب ايه الماركرز اللي هتطلبيها عشان نفرق سي دي الاثنين من بعض؟ 68 سي دي 68 وسي دي 1 ام 1 اي عشان اللي قال لانجر هانس سيل هيستسايتوزس، برافو. تمام، سي دي 1 اي طلع نيجاتيف زي ما احنا شايفين، نيجاتيف. السيلز هي مش واخده الكالر. اوكي، بينما سي دي 68 بوزيتيف اهي زي ما احنا شايفين النيوكلياي نعم، كيف عليك كلها السكر؟ واخده الايه. يبقى دي ايه؟
نون لانجر هانس سيل بناين هيستوسايتوزز. كفالة. فتبقى دي ايه، بيناين كيفاليك هيستوسايتوزز او جوفينايل زانثوجرانيلوما. هي برضو دي مش ايه، مش لانجر هانس سيل. اوكي ستيل لغايه دلوقتي احنا ما وصلناش مين فيهم، بس الحاجه اللي اجانس الجوفينايل زانثوجرانيلوما ان السيتوبلازم هنا مش فومي. الزانثوجرانيلوما بيبقى فيها فومي سيتوبلازم، يعني من هنا من الليفل ده انا استبعدت الجوفينايل زانثوجرانيلوما. هنرجع تاني عشان احنا عايزين الحاله دي نركز فيها. احنا جالنا طفل عنده ليجنز بايلاترال اند سيمتريكال بابيلر اريثيماتوس وشكلها يعني بناين، لان ما يعني ما فيش اي سيستميك مانيفستيشنز معاها، وبقى لها سنتين ونص. اوكي ومش ريجريسنج، بتزيد مش بتقل. اوكي او اتليست يعني ثابته، بلاش نقول بتزيد، يعني هي يعني زادت شويه وبعدين ثبتت. اوكي بعضهم كان بابيلر وبعضهم ماكيلر، وما فيش اي حاجه اكرال، هي بس في الفيس. فاحنا فكرنا في حاجه هتكون بتقعد، يعني هنبعد هنستبعد الحاجات اللي فيها انفكشنز اكيوت انفكشنز. ففكرنا في البناين كيفاليك سايتوزس والجوفينايل زانثوجرانيلوما، وحطينا اللانجر هانسل سايتوزس ولو انها هنا مستبعده شويه لعده اسباب. اولا ما فيش سيستميك مانيفستيشنز، وبعدين عاده اللانجر هانسل سايتوزس او يعني الاكيوت فورم منها اللي هو ليتر سي، وده بيبقى فيه معاه ايه كلينيكالي قبل ما نشوف الباثولوجي بقى بيبقى فيه systemic manifestation غير السيستميك hepatomegaly بالظبط. هيبقى فيه ريتيكلوس اندوثيليال سيستم مانيفستيشنز، هيبقى فيه سنترال نيرفس سيستم اللي هو ايه زي ايه، هيبقى فيه باروتيد افكشن، مش باروتيد سوري بتاع ده في بيتويتري 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 افكشن، ومعاها ايه دايبيتس انسابيدس صح. فاحنا هنا ايه ما عندناش سيستميك مانيفستيشنز، وكمان في كلينيكالي بقى هي بتيجي في السيبوريك ارياز ما بتجيش في الفيس، يعني تحب الايه السيبوريك ارياز بيهايند ذا اير، في الاكزيلي، في الجروين، هي دي الكومن سايتس بتاعتها موستلي، وبتبقى سيبوريك ليجنز شكلها برضو يلوش كده. اوكي زي بتاعت السيبوريه، ومعاها ايه بقى اللي يميزها من السيبوريك درماتيتس، بيربريك ليجنز، بيربريك ليجنز نتيجه الاكسترا فازيتد ار بي سيز في الباثولوجي. تمام فدي اساسا واحنا بنتكلم كده مش حاطينها في الاول، حطينا البابيلر ساركويدوز لانها برضو بوسيبيليتي، والبلين وورز لو احنا شايفينها شكلها مثلا ايه شويه بالديرموسكوب تبان انها مثلا ايه يعني تديكي على شكل وورد، بس هي كلينيكالي مش باينه قوي انها وورد. فالانفستيجيشنز اللي فكرنا فيها ان احنا هنعمل ديرموسكوب. الديرموسكوب استبعد لنا حاجتين الا وهم اللانجر هانسل هيستايتوزز والبلين وورز صح كده، الباقيين كلهم جرانيلومز فداخلين معانا بالايه المنظر ده. بعدين خدنا البايبسي طلع لنا مش نودولر بتاع ده جرانيلوما، طلعت فيه جرانيلوما بس مش نودولر، فاستبعدنا الساركيدوزس. يتفضل عندنا لانجر هانسل سايتوزس او الجوفينايل زانثو جرانيلوما. السيتوبلازم مش فومي فيبقى كده احنا استبعدنا مين، الجوفينايل زانثو جرانيلوما. اتفضل بقى ان احنا نعمل ماركر عشان نبقى ايه خلاص كده احنا ايه خلاص، حتى اللانجر هانسل سايتوزس استبعدناها ان سي دي 1 اي نيجاتيف وسي دي 68 بوزيتيف. تمام يبقى احنا كده قدام ايه بيناين كيفاليك هيستوسايتوزس. ايه هي بقى البيناين كيفاليك هيستوسايتوزس؟ is a rare non-Langerhans cell histiosis characterized by a self-healing eruption بس بياخد وقت طويل of papules and macules of the head and neck that occurs during infancy or childhood. عادة بيبتدي في السن ده 6 شهور 4 شهور ال age ده. The histology and ultrastructure evaluation shows dermal proliferation of histiocytes و intracytoplasmic coma shaped bodies. ده طبعا بالالكترون مايكروسكوبي مش هيبان بالميكروسكوب العادي. With absence of Purbeck granules. البنان كيفاليك السيتوزيس اوكيرز مينلي ان يانج تشيلدرن، وبتقعد تقريبا لغايه بتخف within 50 months، يعني بتاخد 50 شهر على ما تخف، بس في الاخر هي ايه سيلف هيلينج. اوكي اوكيرز ان انفانس يانجر ذان 6 months، عاده بتبتدي في الايج اللي قبل 6 شهور. والانسيدنس از ايكوال في الميل والفيميل و affects approximately 10-20% of infants، يعني نسبة مش قليلة. There seems to be no genetic predisposition، والسبب برضو مش معروف. اوكي بس ما بيبقاش معاها systemic manifestation الا rarely، ممكن يجي معاها diabetes insipidus، عادة ما بيبقاش معاها systemic manifestations.
الديفرنشال دايجنوزز كل اللي احنا قلناهم ده يتحطوا حاجات تانية، هما حطوا ماستيتوزس كمان والملياريا روبرا زي ما حد من الزملاء قال ملياريا، بس الملياريا هتبقى الديوريشن بتاع لو هو لسه جاي لك وهي لسه ظاهره عنده ماشي انا ممكن احطها، بس هي بقى لها سنتين ونص عنده صعب قوي ان انا افكر في الملياريا. وطبعا الهيستوباثولوجي هو اللي هيدفرنشيت القصه دي كلها. في الجوفينايل زانثوجرينوما الليجنز تند تو بي مور وايد سبريد ذان بناين كيفاليك هيستوسايتوزز، والهيستوباثولوجي ويل شو فومي هيستوسايتس زي ما قلنا وتوتون جاينت سيلز. اللانجرهانس هيستوسايتوزس فيفرز فليكسرز اوف ذا يعني بتيجي في الفليكسرز، الكلام اللي احنا قلناه بقى مفيش داعي نعيده. نفرقها بقى من الريتيكل هيستوسايتوما اللي هي بتيجي في الادلت، اوكي ده لو انا معايا الشريحه ومعيش العيان. اوكي ان بوث شير سيفرال كومن فيتشرز في الهيستولوجي انكلودنج الايمينو هيستوكيميكال ستيننج باترن اللي هو سي دي 68 وال 13 اي فاكتور 13 اي بوزيتيف بات نيجاتيفلي سي دي 1 اي. وكلينيكالي ده بيجي في اليانجر ايج جروب اللي هي البنان كفالك السيتوس الثاني، بيجي ريتيكولو سيتوما بتيجي في الادلتس، بالاضافه لان البنان كفالك السيتوس ما فيهاش الجراوند جلاس سيتوبلازم اللي بنشوفه في ريتيكولو سيتوما والايه مالتي سنتريك ريتيكولو سيتوس. بس يعني دي الحاجات اللي انا حبيت اقولها لكم. طيب هاو دو يو مانج ذيس كيس؟ واوعي تقولي لي يا ايات هنحولها. ري اشور ذا بيش ذا بيشنت البيرنتس بالظبط بالظبط كده، ري اشورنس اهم حاجه بما انها حاجه سيلف هيلينج وريزوليوشن بيحصل لوحده في خلال 50 مانس، وعلى فكره الهيلينج بيحصل يعني وذ مايل سكارنج او هايبر بيجمنتيشن، فنو نيد بقى ان احنا نتدخل يعني، فاهم ازاي؟ هي بس اشورنس وخلاص، طمنهم وقول لهم ان الموضوع هيتحسن في خلال 50 شهر. اوكي بس دكتور احنا ندور على الديابيتس انسيدس فيها صح؟ هندور ممكن برضو ولو يكون ليها معاك رير بس هندور. اوكي هتعملي ايه؟ يوري اناليسز وتشوفي اذا كان ايه في اي افكشن يعني في مشكله في الايه بيسموه ايه السبيسيف اسمها ايه الايه. لا لا انا مش بتكلم ما اوكي انت جبتي هرمون، لا انا بتكلم نفس اليورين هيبين لو السبيسيفيك جرافيتي بتاعته بتبقى قليله يعني دايلوتد قوي، يبقى نعمل بقى ايه نشوف البيتري جلاند ونشوف الايه الانتي ديوريتيك هرمون. طيب كيس نمبر 2 يا جماعه طب دكتوره معلش بالحاله بعد اذنك، انا حسيتها ريتيكولار اللي قبلها، ريتيكولار هي ازاي يعني؟ ريتيكولار ولا بس لا هي يعني الليجن، قصدي لا ايه؟ الليجن مش عامله ريتيكولار ديستريبيوشن، يمين يعني الديستريبيوشن بتاعها خالص يعني مش حاسه بيها انها ريتيكولار عموما يعني لا هي بابيولو ماكيوز بابيوز وماكيوز. معلش هي الصوره هي دي شويه لما كبرناها اهي، فين الريتيكولار ديستريبيوشن فيها؟ مفيش يعني، واللي قبليها برضو مفيش. اوكي طبعا الصوره مش زي الحقيقه يعني، مع احترامي طبعا اللي بيصور برضو الصوره مش زي الحقيقه. اوكي ولازم اي حاجه على فكره الصوره مش دايما هي الايه، ما تشخصش بصوره، ما تشخصش بصوره رجاء يعني، يعني موعد فريق كده. احنا بس عشان نقرب لكم الحاجه كده بنحاول نناقش يعني. طيب this next case كان 31 old female الليجن اللي عندها دي كانت على النوز of 8 months duration تمام، وعندها another lesion على الليفت شيك يعني واحده على النوز وواحده على الليفت شيك، هما اتنين الحقيقه دي ودي. اوكي بس دي اللي باينه قوي، وكان عندها الاول ليجن على السكالب دي كانت شكلها، هي كانت جايبه الصوره معاها دي، وبعدين ده كان 1 year ago at the time of examination لما جت بالمنظر ده كانت الليجن اللي على السكالب بقت كده تمام. فهي الاول كان جت بتشتكي من النوز او البريدج اوف ذا نوز والتشيك، وقالت انها كان عندها ليجن على السكالب لما اتسالت ووريتنا الصوره دي، وبعدين قلعناها فشفنا شعرها بالمنظر ده، السكالب عندها بالمنظر ده. What's your clinical differential diagnosis؟ سيسكويد ال اي سيسكويد ال اي ايه تاني؟ انا اول ما شفتها اللي على الفيس كانت اكتينيك لايكن، بعدين لما شفنا صوره السكال فكرنا في الدي ال اي برضه. يعني انت فكرت في الاكتينيك لايكن الاول هنا وبعدين بعد كده فكرت في الديسكويد ال اي. طب ليه اكتينيك لايكن هنا؟ نعم عشان جاي ليه اوفر ما تشوفش بيجمنتيشن على ديسكويد ال اي السكويد اريا، انا مش شايف السكيلي وال والله في اتروفي في لا سكيلي في اتروفي شايف اللي على الفيس دي كمان بتاع التشيك تمام. لا ماشي طبعا، بالذات ان الاكتينيك لايكن دايما بتحب فين؟ الاريا اباف ذا اي براوز، ف
في الفور هيد نعم دي، ده كومن سايت، ده كومن سايت ليها هي الاريا دي ماشي، بس مش معناها انها تيجي ما تجيش بس اول تيجي هنا وبعدين تيجي في اي حته تانية، انما الكومن سايت بتاع الديسكويد الايه بتحب الايه البترفلاي اريا تمام، النوز والتشيكس والايرز اوكي. وبعدين بقى السكالب، طبعا السكالب يعني لازم يتبص عليها، ولازم يتبص على ايه كمان الميوكاس ميمبرين تمام، ايه ورا النوز نعم ايه الاير بالظبط كده، والنوز والاورال ميكوزا لازم كمان، والهير تمام. طبعا هي استنت سنة واحدة بس حصل الفرق الرهيب ده، يعني دي هنا كان ممكن الدنيا تتلم شوية، هنا ايه الدنيا بقت صعبة قوي. طيب عموما يور كلينيكال ديفرنشال دايجنوست، كلكم قلتوا ديسكويد ال اي، برضه نحط اللايكن بلانو بايلاريس اوكي يتحط، والسيستميك ال اي، لان طالما فكرنا في ال اي الديسكويد ال اي ممكن يبقى ايه معاه سيستميك ال اي، فلازم ندور على السيستميك ال اي طبعا عشان نعمل انفستيجيشنز بقى، عشان اكسكلود السيستميك ال اي هنعمل ايه؟ انا انتي نيوكلير بالظبط كده، هنعمل سي بي سي وهنعمل اي اس ار وهنعمل انتي نيوكلير انتي بودي وهنعمل درموسكوبي وترايكوسكوبي وباثولوجي، كل الحاجات دي هتعمل. الاي اس ار كان انكريز بس بقيه الحاجات كلها وذ نو ابنورمال داتا، يعني السي بي سي كان نورمال والانتي نيوكلير انتي بودي كان نورمال. نيجي بقى للدرموسكوبي، حد يشرح لنا ايه اللي موجود؟ فوليكولار بلاجنج، فوليكولار بلاجنج، فوليكولار بلاجنج، برافو اللي بتشاور عليه ده، وده ايه اللي في النص ده؟ فايبروزيس، بوني وايت فايبروز او يعني هو فيه هنا سكليروزنج يعني او فايبروزنج يعني اوكي. طيب نيجي بقى للترايكوسكوبي، ريد دوتس، ريد دوتس، وايه كمان اراوند ذا هير، بيريفوليكولار كاست اهو تمام، تمام تمام طيب يبقى والباثولوجي بقى بالمره عندنا الليمفوسيتيك يلا يا انفيلتريشن، رب. ها يلا انت بيري فاسكولار بيري ادينكسل آيات ليمفوسيتيك، موجودة مش هقدر لا 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 أجاوبها. كلكم لازم تبقوا زي احسن من ايات، كلكم تبقوا شطار اوكي. طيب يبقى بيري فوليكولار وبيري ادينكسل انفيلتريت اوف ليمفوسايتس مع ثيننج اهو في الابيدورمس ماشي يا شباب اوكي. يبقى الدايجنوزس ديسكويد الاي زي ما انتوا قلتوا في الاول اوكي. طيب how would you manage this case، الحالة دي عندها سيكاتريشيا الالوبيشيا زي ما احنا شايفين، وهي دي يمكن اكتر حاجة مؤذية في الموضوع، يعني الفيس ليجنز يعني could be handled او يعني dealt with، السكالب ليجن هي اللي هتبقى فيها مشكلة، ف what do you suggest هتعملوا ايه؟ هايبوتن تبقى الستيرويد برافو وبتتحط على البريفري، برافو هدي بلاكونين كمان وانتي والبلاكنيل طبعا ملاريا لازم 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 دلوقتي هندي بلاكنيل سيستمك هنديها سيستميك طبعا، بس الاول هنعمل ايه قبل ما ندي الانتي مالاريال؟ اي سي جي ندي كورتيكوستيرويد على البليفي، مهما احنا قلنا البوتنس توبيكال ستيرويد، قالت حد من الزملاء قال بوتنس توبيكال ستيرويد، واحنا اصلا البوتنس توبيكال ستيرويد قصده سيستميك عشان قبل ما الملاريا تشتغل، قبل ما الملاريا تشتغل بعد اوكي صح، ممكن ممكن مفيش مشكله، خاصه ان الموضوع اكستنسيف وعشان يعني نسيف ذا ريست اوف ذا هير، لان خلاص الشويه اللي راحوا راحوا، بس احنا وي ار تراينج تو سيف ذا ريست. فكره ان البوتنت توبيكال ستيرويد بيستخدم في ايه، بس السؤال دايما ايه نحب ناكد عليه، يعني في البريفري، منهم في البريفري الديسكويد ال اي على وايه تاني البريفري ليجن عشان في البريفري هايبرتروفيك لايكن بلانس والهايبرتروفيك لايكن بلانس، ها وايه كمان واللايكن سكلروسس، ايوه برافو عليكم برافو عليكم لايكن سكلروسس برافو عليكم ما شاء الله عليكم. طيب يبقى احنا الجنرال ميجرز طبعا كيرفول بروتكشن من الصن، وده مهم جدا، وطبعا الكلوذنج اهم حاجه عشان البروتكشن، والصن سكرينز اوكي. ولو هي بقى ما فيش حاجه تعرض للشمس نهائي ندي فيتامين دي، عشان كده هيبقى في ايه ديفيشنسي اوف فيتامين دي، وطبعا لو في سموكينج سيسيشن اوف سموكينج، دي الجنرال ميجرز. اللوكال ميجرز بقى ان احنا هندي بوتنت توبيكال الترا بوتنت كمان توبيكال كورتيكوستيرويد، ممكن انترا ليجنال انجكشن كمان اوكي، بالذات في السكالب اراوند بقى في الاريا اراوند ات، وفي ممكن كمان ايه في الاريا دي السيكاتريشال اريا مش هندي فيها انترا ليجنال، بس هنحط بوتنت توبيكال ستيرويد، وممكن نستخدم كالسيوم انهبيتورز، وطبعا الكوزمتيك كاموفلاج للاريا اللي حصل فيها خلاص ايه سيكاتريشال الوبيشيا انها تلبس بقى ويج او كده. السيستميك ثيرابي بقى سيستميك كورتيكوستيرويد زي ما انتوا قلتوا اوف شورت تيرم الاول، مع الانتي مالاريا اللي هنديها على ما يبتدي يشتغل،
كلوفازيمين ممكن كأنتي انفلاماتوري، ميثوتريكسيت كأمينو سبريسيف، الاورال ريتينويز بتدي نتيجة كويسة سواء بقى ايزوتريتينوين او اسيتريتين، المايكوفينوليت، موفيتين، السايكلوس، كل الاميونو سبريسيف دي كان بي يوز. وطبعا ممكن ندي بايولوجيك زي ريتوكسيماب. كل الاوبشنز دي متاحة، انت هتشوف السيفيريتي والاكتيفيتي واكوردنجلي انت هتختار الحاجة المناسبة. فور مي انا ابتديت يعني مع الحالة دي الحقيقة بالهيدروكسي كلوروكين، واديت لها شورت يعني دوز اوف ستيرويد كده اسبوعين، وابتديت معاها كمان بالميثوتريكسيت. يعني كنت بديها ويكلي دوز اوف لود ويكلي دوز اوف ميثوتريكسيت بس عشان نوقف النشاط بتاع الايه الديزيز، وطبعا ايه السان بروتكشن اللي هو ايه الريستريكت سان بروتكشن. طيب مش هقول طبعا انها اتحسنت، هي بس الفيس اللي هو اللي اتحسن، انما السكالب طبعا يعني خلاص يعني. طيب نيكست كيس، 40 years old female showing those lesions on her face. The lesions are asymptomatic with onset 3 months ago. The close up view. The other side. بتزيد في الصيف او بتزيد في الصيف او ايوه بتزيد في الصيف، ما هي ظهرت في الصيف اهي، هي اول مره تطلعها يعني، ظهرت لها من 3 شهور. الكراين ايوه الكراين هايدروسيستوم. برافو عليك برافو عليك، الكراين هايدروسيستوم. طيب بس عرف زمايلك عرفتها ازاي الاكراين هايدروسيستوما كلينيكالي؟ هي هي بتظهر ترانسلوسنت بابيول بابيولز، برافو، والديستريبيوشن بتاعها موجودة بتحب في الاريا اراوند ذا اي وعلى التشيكس وعلى النوز. والنوز ذس از ذا كومن سايت فور ات، وان احنا بنلاحظ انها بتزيد مع الحر والهيوميديتي خاصة تظهر في الصيف، ولو هي اتكررت بقى في الصيف اللي فات يبقى ايه خلاص بقى كده ايه اتشخصت 100 100. وطبعا ما بتروحش 100% بس بتتحسن في الشتاء. تمام طيب يبقى ممكن نحط الاكراين هيدروسيستوما. السيرينجوما ممكن تتحط لانها لها نفس الديستريبيوشن بس الشكل بتاعها ايه عامل ازاي، اوبلونج اوبلونج بابيول وشكلها مش ايه اريثيماتيز مش ترانسلوسنت مش ترانسلوسنت، برافو عليك. او سكين كلر طبعا. اللوبس ميلياريس تتحط لو ايه عشان احنا لو شايفين حاجه في الابر ليد وهي بتبقى موجوده كمان، ماشي. واكيد طبعا ايه برضو من الحاجات ممكن تتحط او تلخبطوا فيها البلين وورث. نيجي لل طيب الانفستيجيشنز اللي هنعملها، يعني مش محتاجه غير البايبسي، انا بس هوريها لكم. طبعا احنا ما خدناش منها بايبسي يعني بس عشان تبقوا عارفين الدنيا بيبقى فيها ايه. اللي احنا شايفينه ايه يا جماعه هنا؟ Two layers of cuboidal cells يعني اكراينس ويت داكت، اوكي؟ دايليتد دايليتد، ده مش النورمال سايز بتاعها. ده الكلوز اب فيو بتاعها اهي كيوبويدال سيلز. كيوبويدال سيلز دايما بتبقى النيوكليس بتاعتها راوند زي ما احنا شايفين كده، تو لايرز اوف كيوبويدال سيلز. اكراين هيدروسيستوما، الاكراين هيدروسيستوما او الهيدروسيستوماز ان جنرال ار كومن بيناين سويت جلاند ليجنز، وهي نوعين يا اكراين يا ايبوكراين. اكراين اللي هي سمولر ان سايز رينجينج من 1 ل 6 ملم، بتبقى فليش كولورد، موست فريكوينتلي لوكيتد على البيري اوربيت الانمالر اريا زي ما احنا شفنا. الايبوكراين تنس تو بي لارجر، توصل لغايه 15 ملي، موست فريكوينتلي لوكيتد على الاي ليد بالذات الانر كانثس. الكالر بتاعها بيبقى شويه من ترانسلوسنت لبلوش بلاك عشان التندل افكت، وعشان السكريشن اللي هو اللايبوفوسن بيجمنت اللي بيطلع مع الايه الايبوكراين جلاند. وده تو ديفرنشيت كلينيكالي بتوين بوث اللوكيشن، طبعا هنا بيري اوربيتال ومالر، وهنا برضو على انر كانثس. السايز هنا صغير هنا اكبر، الكالر هنا فليش كالر هنا ترانسلوسنت بلوش، النمبر هنا سوليتري اور مالتيبل هنا سوليتري. الهيستولوجي بقى الديفرنس ان باثولوجيكال فيو، يعني هنلاقي السيست نمبر هنا يونيلوكيلر في الاكراين هايدروسيستوما، بينما الايبوكراين اوفن مالتي لوكيلر، يعني عدد يعني اللوكيلاي او المساحات بتاعتها بتبقى اوسع. السيست لايننج هنا تو لايرز، هنا 1 لاير، واحده منهم سكريتوري والثانيه مايو ايبيثيليال لو في حاجه ثانيه. الديكابيتيشن هنا ابسنت بس هنا بريزنت، البابيلاري بروجكشنز هنا ابسنت هنا بريزنت، الاس 100 ستين بوزيتيف في الاكراين بس نون في الايبوكراين، البي اس بوزيتيف جرانيولز ابسنت في الاكراين بس بريزنت في الايبوكراين. يعني اس 100 يصبغ الاكراين ما يصبغش الايبوكراين، بينما البي اس يصبغ الايبوكراين ما يصبغش الاكراين. وده شكل الايبوكراين هيدروسيستوما عشان نعرف شكلها، بتبقى وان سيست كده وجايه مينلي على الانر كانثس وحجمها كبير زي ما احنا شايفين.
وشكلها بقى بالباثولوجي هي وان لاير، وطبعا الايه المايو ابيثيليال سيل هي اللاير الثانيه، دي مش يعني مش سكريتوري سيل، هي وان سكريتوري سيل كيوبويدال، والابوكراين سكريشن باين اللي هي دي كابيتيشن سكريشن بنتكلم عليها. طب ايه الديفرنشال دايجنوزز اوف هيدروسيستوما؟ السيستيك بيزال سيل كارسينوما، ميلانوسيتيك ليجنز، ابيديرمال انكلوجن سيس، ميليا سيلينجوماتا. اوكي يعني بس طبعا الحاجات دي كلها نقدر نرد عليها في كل حاجه فيهم. طيب الايتيولوجي اوف اكراين هيدروسيستوما، هوت هيوميد انفايرمنت هاز بين ايه امبليكيتد في الموضوع، فبيبقى فيه زي اوبستراكشن فبيحصل القصه دي زي سيستيك يعني ليجن. الابكراين هيدروسيستوما ار نوت افكتد باي فاريشن ان تمبريتشر، المانجمنت هتعملوا ايه للحاله دي؟ اتروبين او اوكسوبيتينين. تمام، على فكره في اتروبين امبولز، لان دلوقتي القطره مش موجوده يا جماعه، القطره مش موجوده خالص في السوق، فممكن الاتروبين امبولز اللي بتتحقن اللي بيستخدموها في الاي سي يو نستخدم، ناخد الامبوله ونفتحها ونحطها، وممكن بوتوكس انجكشن. تمام، يعني ممكن البوتوكس انجكشن او ميزو بوتوكس انجكشن برضه يحسنها. It is resistant to and recurrent multiple hydrocystomas can be treated with intradermal injection of low dose botulinum toxin 1 to 3 units into the superficial dermis. اوكي طبعا بنخففها 2.5 مللي في على ال 50 units، وبنحقنها يعني بنخففها زي ما بنخففها في الايه في الرينكلز، بس بنحقنها ايه انترادرمال مش في المسلز. اوكي انتي كولينرجيك كريمز زي التوبيكال 1% اتروبين، ده مش موجود عندنا على فكره، هاف بين يوزد وذ فاريبل سكسس. هي الفكره كلها انها هيقلل حجمها بس مش هتروح، وهي عموما لو بعدت عن الحر والعرق وكده الدنيا برضو بتتحسن. طيب نيكست كيس، ده دي كانت 54 years old lady presented with those lesions since early childhood. اظن انتوا عرفتوها من غير من ايه ما نكمل يعني. عندها كله ايه بلكسيفورم نيورومز، يعني عندها بلكسيفورم نيورومز بالهبل ونيوروفايبرومز، وطبعا في ماكيوز وكافيه اولي باتشز، بس طبعا مش باينه من كتر الماسز اللي موجوده، هي إيه شويه زي دي مثلا اهي، بس طبعا الايه الكالر متغطي بالايه بالنيوروفايبرومز والبلكسيفورم نيورومز اللي موجوده عندها، دي نيوروفايبروما دي بلكسيفورم نيوروما، والليجنز كتيره جدا. طيب خلاص احنا عرفنا ايه الدايجنوزز نيوروفايبروماتوز. طيب الانفستيجيشنز اللي هتعملوها سيتي للبرين علشان برافو دوما. برافو ايه تاني؟ سليت لامب اكزامينشن تو ذا اي كروموسايتوما، ها وسي تي للابدومن عشان الفيو كروموسايتوما. برافو ندور على كل التيومرز اللي تيجي الاول بايبسي، عشان لو انتوا عايزين تو انشور ذا دايجنوزز، اوفثالمولوجيكال اكزامينشن سليت لامب سي تي برين سي تي ابدومن اكس راي اوف بون. ده الاوفثالمولوجيكال اكزامينشن زي ما احنا شايفين عندها ايه، ايه ده دي الليش نوديولز ولما اتعمل الاوبتيك نيرف السي تي للبرين طلع عندها اوبتيك نيرف جلايوما الماس اللي موجوده دي، والاكس راي اوف ذا سباين شود كايفوزز او كايفوسكوليوزز. الباثولوجي بقى شود ماس ولوكالايزد ماس، لما شفناها بالهاي باور لقيناها فورمد اوف ها ايه ده اس شيب سيلز و سبندل شيب سيلز الاثنين، لانها في نيورال سيلز وفي فايبر في فايبروس بلاست. اوكي فالايه فالاس شيب سيلز اللي زي دي نيورال سيل، والسبندل شيب سيل اللي زي دي فايبروس او فايبرو بلاست. اوكي ما قربنا منهم اهو، هتلاقي في نوعين من السيلز، دي اللي هي اس كده دي النيوكليس بتاعتها اس، دي نيورال سيل، بينما دي ده ايه فايبرو بلاست، السبندل شيب سيلز فايبرو بلاست. تمام فدي ايه نيوروفايبروماتوزز اللي هي الفون ريكلينج هاوسن سيندروم. طبعا انتوا عارفين انها الكلينيكال برزنتيشن بتاعها بيبقى ان احنا الاول كيس بتبقى معاها ماني فاكوماتوزيز، ترجمة
السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتور. الصوت كده واضح الحمد لله. انت قطع من امتى؟ من ايوه السلايد دي ولا السلايد اللي قبليها؟ لا صوتنا موجود لحد ما خلص اللينك. طيب تمام، اصل حد قال لي ايوه سلايد. انا السلايد دي. طيب اوكي، السلايد دي النيوروفايبروماتوزز احنا عارفين انها بتيجي، يعني هي عباره عن مالتيبل فيكوماتوزيز، وانها ابنورماليتي بتيجي في فاريبل سيفيريتي، في فاريبل سيفيريتي فيها، وان احنا عشان نشخصها لازم نلاقي اكتر من 6 كافيه اوليس بوس الايفيدنس بتاعها ديورنج 1 يير. فالبري بيوبرتال بتبقى اقل من نص سنتي، والبوست بيوبرتال بتبقى اكتر من 1 اند هاف سنتيمترز، وان احنا عندنا فريكلينج بيجي في الاكزيلا وبنسميه ايه؟ كراوس ساين. وان احنا نلاقي 2 اور مور نيورو فايبروماز اور 1 بلكسيفورم نيوروما وان ريلاتيف عنده نيورو فايبروماتوزز واوبتيك نيرف جلايوما with distinctive osseous lesions، بالذات ايه اللي هي ايه السفينويد وينج ديسبلازيا، وتو اور مور هامارتومز ليش نوديولز في الاي، واكزيلاري اور انجوينال فريكلينج قلناها خلاص. ان اديشن ان 45% من البيشنتس هاف ليرنينج ديسابيليتيز، بيبقى عندهم شويه ايه منتال ريتارديشن. طيب النيو بلازمز اللي بتيجي معاها ايه؟ في زي ما قلنا في كروموسايتوما، مالجنانت بريفرنت نيرف شيث تيومر، رابدوميوساركوما، جلايوما، ليومايوما، جلايوما، ليوكيميا، كل الحاجات دي ممكن تظهر مع النيوروفايبروما، فلازم نتابع العيان ده عشان الحاجات دي. اوكي، المانجمنت طبعا ما فيش مانجمنت للحالات دي، اهم حاجه ان احنا نتابع ونشوف اذا كان في اي كومبليكيشنز او اي تيومر ظهرت، نبتديها نبتدي نتابعها من بدري عشان لو في حاجه ظهرت تتعالج من بدري. بس النكست كيس 23 years old female, lesions دي almost of 10 years duration و increasing in number و asymptomatic. هي ملهاش غير صورة واحدة. What do you think؟ حطها تاني كده عشان تفكروا. ها؟ تبرس سكولاروسس؟ تبرس سكولاروسس هي ما عندهاش غير الليجنز اللي هنا بس. رايكو بس اليوم. اليوم. تمام. أو. ساركويدوزس؟ ساركويدوز تمام، او ممكن جرانيلوزس فايبرانوزا. ايه دي نتكلموا مع بعض، ما سمعتش. فيشال انجيو فايبروما برضو؟ لا ما سمعتش والله يا احمد، معلش قولها تاني. فيشال انجيو فايبروما. اوكي، وات ايلس؟ ممكن جرانيلوزس روبرانوزا. نيلوزز روبرانيزاي، بس هي التانية بتبقى لونها ريدش شوية وبتبقى سمولر ان سايز. ماشي، كل اللي انتوا قلتوه ماشي الحال، كلها بنفس الديستريبيوشن. ترايكو ايبيثيليوما، انجيو فايبروماتا، سيلندروما، ما حطيتوهاش انتوا. ترايكليموما هي عموما حاجة ماس طالعة، يعني تيومر بناين بقى مالجنانت. يتحط برضو البيزل سيل كارسينوما، بس البيزل سيل كارسينوما مش هتيجي بالسيفير بالاكستنشن ده الا في حالات معينة. تمام اوكي. طيب الانفستيجيشنز اكيد ديرموسكوبي وبايبسي. طيب ده الديرموسكوبي بتاعها، what do you think؟ ايه اللي احنا في شايفينه؟ تلانجكتيزيا في الليجن، في تلانجكتيزيا بسيطة. تمام، ها what else؟ ايه دي؟ white clots، white clots of variable sizes. طيب الباثولوجي احمد بقى اللي هيقول. تراكيو ابيثيليوما. طب يا ليه شفتي فيها ايه يا وفاء؟ هي ديفرنشال مع الفي سي سي، يعني شبه ده اللي انا فاكراه يعني. برافو، هي اصلا عندنا هنا ايه اللي احنا شايفينه؟ ان احنا عندنا ايلاندز اوف فيزرايد سيلز. تمام، بس الديفرنشيشن كله توورز فورميشن اوف هير فوليكلز. تمام تست. تمام، كلها موجوده توورز هير فوليكل فورميشن. في نوع من البيزل سيل كارسينوما، تمام، بيعمل نفس المنظر. اوكي، بس خلينا ايه نقول الحاجه الكومون از كومون، ان ده كده المنظر بتاع الترايكو ابيثيليوما، خاصه لو انت اديتيني الكلينيكال بيكتشر انها حاجه بيناين ونبقى لها سنين وما حصلش فيها لا ازريشن ولا اي تشينج في الايه في الشيب ولا كده، زادت في العدد بس ما حصلهاش مشاكل. الكلوزر اب فيو زي ما احنا شايفين الليجن اهي برضو بيزالويد سيلز او ايلاندز اوف بيزالويد سيلز، وما فيش فيها بري تيومورال سبيس. اوكي، وكلها towards formation of زي ما انت قلتي سيستس او ايه هير فوليكلز.
طيب تراكوبثيليوما is the name given للهير فوليكل تيومر arising من عادة الفيس after puberty. على الفيس after puberty the tumor cells بتبقى rudimentary, بتعمل rudimentary hair مش full hair. وال tendency to multiple trichoepitheliomas is inherited in syndrome اللي هي الايه البروكس بيجلر. The tumors are small usually less than 1 سنتيمتر واسيمتوماتيك وبتيجي دايما على الايه يا اما الايليد يا اما اراوند النوز. في منها فاريانت اللي هو اسمه بلاستيك تايب اللي هو بيبقى شبه البيزل سيل كارسينوما خالص حتى بالباثولوجي. الديفرنشال دايجنوزز طبعا لازم البيزل سيل كارسينوما تتحط في الديفرنشال كلينيكال والباثولوجي بالذات. واذر كونديشنز ويتش كان بي كونفيوزنج وذ ترايكوبيثيليوما زي الميليا زي ما انتوا قلتوا كده السرنجوما الديرموسكوب هيفرق لانه هيورينا مالتيبل وايت بلوتس زي اللي احنا شفناها. اجيبها تاني اجيبها تاني انا عموما جايباها في صوره تانية بس اهي عشان تبقوا فاكرينها مالتيبل وايت بلوتس اوف ديفرنت سايزز وشويه تيلانجكتيزيا زي اللي احنا شايفينها هنا. تمام طيب ده بقى انا عامله لكم مقارنه ما بين الايه الديرموسكوبي اوف بي سي سي وترايكو ابيثيليوما. احنا خلاص عرفنا الترايكو ابيثيليوما فيها ايه. حد بقى يقول لنا الديرموسكوب بتاع البي سي سي. بلاد فيسلز ارورايزنج بلاد فيسلز ارورايزنج بلاد فيسلز اهي تمام. بقى المنظر ده بلو جراي ما بليف ستراكشرز. طب بالظبط وايه تاني سبوكويل وسروكويل. تمام كده. طيب الباثولوجي بقى ادينا شايفين هنا الفرق. هنا ده عامل ايه هير فوليكل فورميشن انما هنا ده ميلي بيزالويد سيلز وفي بيري تيومرال سبيس باين اهو. ده مش بيبقى موجود في التراكو ابيثيليوم يا جماعه. مفيش البيري تيومرال سبيس واحنا قلنا قبل كده ان ده ريتراكشن بيحصل نتيجه ايه؟ ان الكونكتيف تيشو انفولفد فلما بتيجي تقطع بيحصل ريتراكشن من الايلاند اللي هي البيزولايت سيل بالايه الكونكتيف تيشو بيرجع لورا شويه فيعمل لك ده. ده عندها حاجه ارتفيشال بس بتدينا كلو للايه الدايجنوز. المانجمنت انديفيديوال ليجنز مي بي ريموف باي سيرجري. ممكن نعملها بليزر اي ابليتيف ليزر. ممكن نحط ايميكيمود كريم اور على الليجنز لو هي عددها شويه او حجمها صغير. النكست كيس 22 years old male lesions of 8 months duration و asymptomatic وده السايد فيو بتاع النك. تاني ده الفرونت فيو وده السايد فيو. What's your clinical differential diagnosis؟ استياتوسيستوما مالتيبلكس. استياتوسيستوما مالتيبلكس. حد عنده اي differential تاني؟ لونها يلو مش بنفكرش في السودوزانثوما إلاستيكا مثلا وجايه في يونج ايج. ممكن تتحط ماشي انا معاكم انها سياسوستوما مالتيبلكس والله بس نفكر في الزانثوما والسودوزانثوما لان اللون الكالر هيخليك ايه ممكن تحط الايه الحاجات دي والسايت ان هي جايه في السايز اوف ذا نيك. تمام بس طبعا ايه المنظر بيبقى مختلف شويتين يعني. طيب الديرموسكوب ما وريناش اي اورنج هيو تمام والبايبسي اللي احنا شايفينه ده يعني عشان احنا فكرنا في الزنثومه في الاول يعني. الباثولوجي زي ما احنا شايفين في سيست والسيست دي الوول بتاعها فورمد اوف سبيشيس جلاند تمام وسيبوسايتس تبقى دي ايه سياتوسيستوم. تمام السيست اللي بتطلع من السبيشيس جلاند. طيب الستاتوسيستوما مالتيبلكس دي عاده بتظهر بعد البيوبرتي ليه؟ عشان الهرمونال افكت بتاع الاندروجينز لما بيشتغل على السبيشيز جلاند. اوكي اف ا سنجل سيست بنسميها ستاتوسيستوما سمبلكس ولو مالتيبل وهي غالبا بتيجي مالتيبل وده اوتوزومال دوميننت هتبقى ايه مالتيبلكس. The onset at puberty زي ما قلنا the cysts are mostly small تمام بس ممكن يحصل لها انلارجمنت او انفلاميشن زي الليجن اللي احنا شفناها من شويه في الفرونت اوف ذا نيك نتيجه ان العيان كل شويه بيفحفر فيها او يلعب فيها فيحصل لها ايه تعمل سيست زي بتاعه النودل سيستيك اكني. تمام ودي برضو حاجه فرقتها من الزانثوما والايه والسودوزانثوما. الليجن ده المنظر ده ما نشوفوش معاه لا ده ولا ده. اوكي
طيب دلوقتي المانجمنت بتاعها هتعملوا لها ايه دي؟ العينة جالك سيستميك عليها ريتينويد. systemic retinoid. ها what else هتديها؟ بدوز ايه بقى؟ مش عارف 1.5 to 1. بوينت يعني هتديها بالفول دوز نص الواحد يعني. اوكي ها حد له رأي تاني غير احمد؟ تعاملوا مع الليجن سي او ازاي؟ 2 ليزر. سي او 2. برافو، ايوه كده ابليتيف. تمام، يعني دي نعم. حاجه ممكن تعملها ايفاكيويشن وتبقى خلصت منها. individual cyst can be removed surgically، ان انت بس تعملها ايفاكيويشن بالكيوريت الاول، تعمل بالالكترو في القلب بتاعها كده، وبعدين بالكيوريت تفحر الباقي لغايه ما تطلع الايه السيست كلها بالايه بالوول بتاعتها عشان ما ترجعش تاني يعني، او تعمل لها اكسجينال بايبسي، او ايات هتحولها لدكتور جراح. تمام، او هنعمل لها ابليتيف ليزر. اوكي، او كرايوثيرابي، وممكن ندي زي ما انت قلت الايزوتريتينوين، بس هي اتس نوت كيوراتيف، هتقلل حجمها شويه، هتعملها شرينكينج بس ترجع تاني. اوكي، وهتريديوس الانفلاميشن في الحاله اللي احنا شايفينها دي، كان في انفلاماتوري ليجن. اوكي، والانفلاماتوري ليجن دي كود بي انجكتد وذ ستيرويد كمان عشان الانفلاميشن يقل الاول، وبعدين تبتدي تشتغل بقى على الباقيين. اوكي طيب النكست كيس ده 1.5 years old، نايس بوي زي ما انتم شايفينه كده، لذيذ جدا، كان عنده ليجنز دي اوف 1 مانث ديوريشن على الابر لمب واللور لمب. What's your clinical differential diagnosis؟ عايزين تشوفوها تاني ولا كده خلاص؟ نشوفها تاني. شوفوها تاني، تدفعوا كام عشان تشوفوها تاني؟ اوكي، الليجن اهي، دي كانت ريسنت ليجن، عشان بس دي مهمه ان انتوا تبصوا عليها قوي. تمام، ودي كمان برضو كانت ريسنت، ودي بقى ايه حاجات بعضها اولد وبعضها ريسنت، يعني دي حاجات اولد اهي عامله كراستيشن، ودي اولد برضو. ها قول لي. Chronic disease of childhood. برافو عليك. طب بنفكر في ايه تاني؟ لينير اي جي اي بس. لا لينير اي جي اي ده هنفكر فيها في الادلت. الادلت ما ايوه. ده السي بي دي سي هو اللينير اي جي اي بتاع الايه؟ التشايلد هود. تمام. تشايلد هود قول نعم. حاجة تانية، يعني ممكن نقول مثلا ايه؟ في كان الايه؟ بولس بين فيجور في تشايلد هود. ايه؟ بولس بين فيجور بتقولي؟ في تشايلد هود اه بولس بين فيجور اوف تشايلد هود. برافو. ايه تاني؟ حاجة بتيجي سينس ايه بيرث. بولس ايبيدمولايزيس. ايوه واي نوت نفكر في الايبيدمولايزيس. بولس اه اوكي، وهنقول كل حاجه لا ليه يعني. طيب ايبيدمولايزيس بولوزا وبولس بيمفيجويد اوف تشايلد هود، وايه تاني؟ بولس امتايجو مثلا، مش كومن ان هو يجي برضو في الايدج ده، صح كده؟ تمام، كل الحاجات دي صح. سي بي دي سي، ايبيدمولايزيس بولوزا، بولس ماس سايتوزيس، بولس دراج ايربشن، بولس بيمفيجويد اوف تشايلد هود، انسكت بايت، بولس امتايجو، كل الحاجات دي ممكن تتحط. اوكي، بس اكتر حاجه فكرنا فيها السي بي دي سي ليه؟ كلاستر اوف جلويل كلاستر اوف جولز، عشان الليجن اللي انا وريتها لكم في الاول اللي انا قلت لكم دي ريسنت اهي، شايفين انيولار ليجن؟ شايفينها؟ شايفين الليجنز البول اللي طالع على البريفري اهي، انيولار وانيولار وانيولار، كلهم انيولار، شايفين انيولار خالص اهي، وبعدين نيو ليجنز كامينج اب on top of all lesions برضو بانيولار ديستريبيوشن، زي اللي هنا دي اهي. ده ايه ده؟ بنسميه ايه ده؟ بنسميه ايه؟ جاول ماستر اوف جولز، كلاستر اوف جولز، بالظبط كده، برافو عليك. تمام، فالمنظر ده مش بتاع الحاجات التانية، ده بتاع السي بي دي سي، والبولي كلها تنس، النيو بولي اهي كلها تنس. اوكي، زي ما انتم شايفين اهي. اوكي طيب، طب عايزين نفرق بقى، انا شخص مش عارف برضو ومصر ان انا اعرف الدايجنوزز ايه، هعمل ايه؟ بايوبسي. اه بايوبسي هتاخده منين؟ بايوبسي. واميونو فلوريسنس هتاخده منين؟ هناخد البايوبسي من ال من بولس من نيو ليجن، هتاخدها كامله بولس كلها كامله. اوكي تتاخد. اوكي طب والاميونو فلوريسنس بريليجنال سكين ليه؟ عشان يكون محتفظ لسه بالانتي بودز، ما بالظبط تكونش كده، كسرت. عليكي نور، عليكي نور، برافو عليك.
طيب يبقى الانفستيجيشن بايبسي اند اميونو فلوريسنس. الباثولوجي زي ما احنا شايفين بقى، حد يقول لنا ايه اللي احنا شايفينه؟ سب ابيدرمال كليفت. سب ابيدرمال كليفت، برافو. اوكي وذ ايه؟ ايه التايب اوف سيلز هنا؟ ايه التراي لوب دي؟ نيتروفيل بالظبط كده. والاميونو فلوريسنس اي جي اي ديبوزيت، لينير اي جي اي ديبوزيت اوف ايه؟ اي جي اي. لينير ديبوزيت اوف اي جي اي، سوري. طيب يبقى سي بي دي سي. طبعا انتوا عارفين ان السي بي دي سي البلسترز اند السرز اون ذا ليبس اند سايز اوف ذا ماوث افكتنج 50، يعني ممكن تيجي في الاورال ميكوزا في 50% من العيانين، بس ده اكتر في الادلتس مش في الايه في التشايلد هود. وان الجينيتال اريا از ا كومن سايت في الايه اللي هي السي بي دي سي اللي هو البيفور بيوبرتي. وان هي لها تو تايب زي ما قلنا، ادلت تايب والتشايلد هود تايب، والبلسترز ار ارينجد ان رينجز اور انيولار ليجن. وان التندنسي فور نيو بلستر تو ارايز از ا رينج على الاولد ليجنز، ده اللي احنا بنسميه ايه؟ الكلاستر اوف جيوز زي ما احنا قلنا. طيب الاوتو الانتي بادي او الانتيجين سوري اللي بيبقى افكتد هو مينلي اللاد 285، بس برضو البولس انفيجويد 180 وال 230 ار برضو افكتد. اوكي وهي ممكن الاسوشيشن يبقى معاها انفلاماتوري باول ديزيز او اذر ديزيز زي ايه روماتولوجيكال كونديشنز وسوليد تيومرز، بس ده في الادلت مش في التشايلد برضو. ممكن تبقى دراج اندوست، ايوه ممكن تبقى دراج اندوست. اكتر حاجه تعمل الاي جي اي بولس درماتوزس الحاجات اللي احنا كاتبينها دي، ديكلوفيناك والكابتوبريل سايكلوسبورين ليثيوم بنسلين فينيتوين كل الكلام ده. بس الدراج اندوست هنا هتبقى الاوفندنج دراج يروح الديزيز يروح على طول بعديها بحاجه بسيطه. المانجمنت بتاعها ان احنا بندي طبعا دابسون، الدوز بتاعته في التشايلد هود هيبقى 1 تو 2 ملي بير كي جي يا جماعه. اوكي والكولشيسين لو هنستبدل الكولشيسين 0.07 ملي بير كي جي، احفظوا الدوزز. التتراسايكلين طبعا نوت انديكيتد او نوت سيوتابل فور تشيلدرن، بس ده ممكن يتاخد في الادلتس كانتي، مش كانتي بايوتيك، بناخده هنا كانتي انفلاماتوري. اوكي ممكن ناخد كورتيكوستيرويد يس. اوكي ممكن ندي في الايج ده اريثرومايسين يس مفيش مشكله. ممكن ندي حاجه زي المايكوفينوليت موفيتيل او انترافينوس اميونوجلوبولين. Next case دي 1 and 5 years old female child، الليجن اللي عندها دي بقى لها 4 شهور increasing in size and firm to hard inconsistency. What do you think؟ ممكن بايلوماتريكوما او juvenile dense granuloma. كلها جايه في السكالب. لا بقول لك firm to hard. firm to hard تريكيليما سيست. برافو برافو عليك فعلا، بايلوماتروكوما بايلوماتروكوما كالسينوزيس كيوتس تريكيليما سيست. ما دام قلنا هارد يبقى فيه كالسيفيكيشن. اكتر حاجات تعمل كده البايلوماتروكوما بنسميها برضو ايه الكالسيفاينج ابيثيليوما اوف مالرب، لان دايما مثلا 50% منهم بيحصل فيهم كالسيفيكيشن. والتريكيليما سيست كومون قوي ان يحصل فيها كالسيفيكيشن او هي اصلا من الاول كالسينوزيس كيوتس. ايه الانفستيجيشنز اللي نعملها؟ بايبسي بالظبط كده، اكسجنال بايبسي كده. احنا عالجناها وشخصناها صح يا ايات؟ ينفع كده؟ ايات راحت فين؟ طيب ماشي. الباثولوجي بقى حد يقول لنا ايه اللي فيه؟ انتوا ما شفتوش قبل كده صح؟ طيب خلينا نتكلم نقول فيه ايلاندز اوف فيزالويد سيلز، ايلاندز اند شيس اوف فيزالويد سيلز، وحصل لها ايه؟ ابروبت كالسيفيكيشن اللي هو بتاع الهير 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 ايه التريكليمال ديستريبيوشن الكالسيفيكيشن سوري اللي هو بيحصل ابربت with ghost cells. يعني الكالسيفيكيشن ده ادانا what we call ghost cells، السيلز مش باين لها نيوكلياي خالص كانها اشباح ما فيش نيوكليوس. اوكي فدي بنسميها ghost cells ودي كاركترستيك قوي في الترايكوبثيليوم. الحاجه الكاركترستيك كمان ان احنا نشوف كالسيفيكيشن تمام، يعني هي اولا هيبقى فيه بيزالويد سيلز وبعدين حصل ايه ابربت كالسيفيكيشن او سوري بتاع ده كيراتينايزيشن ونلاقي كالسيفيكيشن لو لقيناه برضو. اوكي لما نقول 50% من الحالات. اوكي فيبقى دي كالسيفاينج ابيثيليوما اوف ميلرب او بايلوماتريكوما. البايلوماتريكوما از ان ان كومون هارملس هير فوليكل تيومر ديرايفد فروم هير ماتريكس، وعشان كده هي بيحصل لها ايه الكالسيفيكيشن او سوري يا ربي الكيراتينايزيشن اوف هير ماتريكس اللي هو الابربت.
كيس هاف بين ريبورتد، ممكن تيجي مالتيبل اوكي، بس ساعتها ممكن تبقى اسوشيتنج حاجه زي المايتونيك ديستروفي، بس هي عاده بتيجي سنجل ليجن، بتحب اليانج ايج تمام، وتحب الفيميلز، واكتر حاجه في الهيد اند نيك والابر اكستريميتيز. يوجوالي فاوند ان ذا هيد اند نيك زي ما قلنا، دو نوت يوجوالي كوز اني سيمتوم، تبقى سيمتوماتيك، بس هي فيها حاجه بنسميها 10 ساين. ايه ال 10 ساين دي؟ ان انت لو عملت بريشر على السايز بتاعتها، لو هنا جبناها تاني كده، هفترض ان انا جبت النونه الصغيره دي ورحت جاي على التو سايز دول من هنا ومن هنا وعملت بريشر كده، هنلاقي السنتر دخل لجوه، سوري طلع لبره تمام. اللي بيدخل لجوه ده بتاع الدرماتوفايبروما، اللي بيطلع لفوق ساعه ما تعمل بريشر ده مع البايلوماتريكوما اللي هي بنسميها التنت ساين. عارفين التنت الخيمه مش بيبقى البتاع اللي في النص ده، معرفش بيسموه ايه، بيبقى بارز لفوق وبعدين في الجوانب بتاعتها بتبقى نازله لتحت، فعشان كده بيسموها التنت ساين. وضحت؟ تمام اوكي. طيب المانجمنت هو اللي احنا عملناه، ان احنا شلناها اكسجنال بايبسي. طيب دي بقى عشان تفكروا فيها تمام، وتبقوا تقولوا لي الحل يوم الاثنين ان شاء الله. 19 years old girl lesion of 4 months duration itchy، وده close up view، هي جايه على النوز. What's your diagnosis؟ لو محتاج نعمل investigation ايه هي والمانجمنت، بس محدش يجاوب بقى. وشكرا جزيلا ليكم. في اي حد عنده اي سؤال؟ شكرا جزيلا دكتور. شكرا دكتور، جزاك الله خير. جزاك الله الف خير يا دكتور، ان شاء الله ليك حالات جميله ما شاء الله. ربنا يخليك، تسلم يا دكتور، اشوفكم على خير ان شاء الله. يلا مع السلامه، في امان الله.